اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. قبل بس ما ارحب بدكتور احمد ثابت عايز اقول لحضراتكم ايضا تشكيل نادي سموحه لهذه المباراه. ابو جبل في حراسه المرمى، احمد صبحي ناحيه اليمين، رجب نبيل وفارس مجاهد اثنين ستوبرين، ومحمود معاز ناحيه الشمال، الحقيقه احمد حمص وابراهيم عبد القوي اثنين في وسط الملعب، شريف رضا وإيدي مومو وديريك وحسام حسن رباعي في خط الهجوم. ده تشكيل نادي السموحة. الحقيقة مجموعة من الناشئين موجودين، يعني فارس مجاهد ده ولد صغير ولاعب صغير في السن، الحقيقة يعني أعتقد عنده 17-18 سنة يمكن أقل كمان، ف يعني نتمنى لهم جميعا يا رب كل التوفيق بعيدا عن مباراة اليوم يعني النهاردة إن شاء الله. طيب نرجع بقى نرحب بضيفنا في هذه الفقره الدكتور احمد ثابت. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. خلينا نبدا سريعا باهم الاحصاءات اللي موجوده في مباراه اليوم. اول حاجه زي ما متعودين بنعمل مقارنه ما بين المدرب هنا وهنا، طبعا لاسارتي وحسام حسن مع نادي سموحه. يمكن لاسارتي مع النادي الاهلي لعب 17 مباراه، كسب 14، اتعادل مباراه، خسر ماتشين، نسبه الفوز 82%. لكن كابتن حسام حسن مع سموحه لعب 8 فاز 3 اتعادل 1 خسر 4، نسبة الفوز بتاعته 37.5%. يمكن معدل إحراز الأهداف في المباراة الواحدة النادي الأهلي 1.7، لكن حسام حسن 1.25. استقبلت شباك النادي الأهلي 9 أهداف في 17 مباراة، لكن نادي سموحة استقبله 10 أهداف في 8 مباريات. حافظوا على نظافة شباكهم 3 مباريات بس من 8. النادي الأهلي حافظ على نظافة شباكه 9 مباريات من 17 مباراة. يمكن تشكيل سموحة زي ما حضرتك قلت، هو النهارده كابتن حسام يعني نوعا ما عامل حتة مغامرة. ايه المغامرة اللي هو بيلعب بيها؟ هو بيلعب النهارده 4-3-1-2، بيلعب بالدايموند، يمكن هو لعب بيها برضو اخر مباراة. يمكن في يعني لو عرضناه هنلاقي ان التشكيل بتاعهم الرباعي اللي ورا محمود معاذ باك ليفت، رجب نبيل وفارس مجاهد، ودي برضو فيها نوع من المغامرة. ان هو فارس لعيب صغير، خلي بالك ده لعيب يعني لعيب صغير جدا في نادي سموحه او ناشئي نادي سموحه. يمكن هو دايما كان بيعتمد على السيد فريد او محمود منصور. السيد فريد طبعا مميز في حته الضربات الثابته وعنده خبره. هو النهارده دايما كابتن حسام عنده حته المغامره، خاصه في ماتشات النادي الاهلي. يا اما يا فوز يا خساره، ما عندوش حته التعادل يعني. طبعا الباك اليمين احمد صبحي، الثلاثه اللي في النص ابراهيم عبد القوي واحمد حمص وايدو امومو، دول الثلاثه اللي في النص. قدامهم بيلعب صانع العاب شريف رضا، وبيلعب باثنين سترايكر، ديريك نسامبي اللي هو المهاجم الاوغندي، وجنبه شريف رضا. يمكن هو بيلعب براسين حربه النهارده، واضح هو عامل ستاره دفاعيه في وسط الملعب من ثلاثه ارتكاز. بيلعب اوميد اوكري بقى. اوميد اوكري؟ لا، ديريك وشريف رضا وحسام حسن. وهيلعب حسام حسن كراس حربه. اثنين راس حربه، ديريك نسامبي وحسام حسن. وتحتهم شريف رضا. شريف رضا ده برده يعني بيتحرك على الاطراف بشكل مميز جدا. هو النهارده هيلعبه كصانع العاب. فطريقه لعبه هو مامن وفي يعني نفس الوقت. يعني هو ما بيلعبش باثنين في وسط الملعب؟ لا، بيلعب بثلاثه، ابراهيم عبد القوي واحمد حمص وايدو امومو. الثلاثه دول. ايدو امومو ثالث في وسط الملعب. في وسط الملعب، وقدامهم صانع العاب شريف رضا واثنين مهاجمين، ديريك نسامبي وحسام حسن. طبعا تمام. فيها مغامره، بيضغط على النادي الاهلي من اول دقيقه. هو طبعا عشان بينافس على الهبوط برضه، ان هو يعني في شك ان هو ممكن يهبط في المباراه النهارده. طيب. خاصة كمان برضو في دافع تاني عند كابتن حسام، ان هو الموسم بتاعه ما كانش مميز، فعايز ان هو يكسب النادي الاهلي، ان هو يرجع نفسه تاني للساحة بقوة. فدي كل دي عوامل النهارده. هو كابتن حسام تشكيله دايما بيعتمد على المغامرة. تمام. يكسب يخسر. تمام. سموحة سجل 10 اهداف، كيف سجل سموحة 10 اهداف في 8 مباريات؟ يمكن هم نقاط قوتهم مع كابتن حسام حسن في الثمان مباريات الضربات الثابتة. يعني سموحة لما نشوف ال 10 اهداف اللي هم جابوهم، ثلاثة منهم ضربات ثابتة، ثلاثة بنسبة 30%، عرضيات من الأجناب. هنلاقي الهداف كرات ثابتة ولا عرضيات كرات ثابتة؟ متحركة. كرات ثابتة. تمام. حتى الهداف في الفترة دي السيد فريد 5 أهداف. الهدفين ضربات ركنية، هدفين ضربات جزاء، هدفين أخطاء، وهدف واحد بس من لعبة متحركة. إذا ملخص الكلام إن فريق سموحة مع كابتن حسام حسن بيعتمد على تكتيك في الضربات الثابتة والضربات الركنية عشان يحاول إن هو يطلع بالمباراة 1-0 ويحافظ على بقاء سموحة في الدوري. تمام. الأهداف خلينا نعرض برضو الأهداف كما سجلها. الأهداف اللي حضرتك بتتكلم فيها دي ضربات الثابتة. هنلاقي إن الهداف السيد فريد في تلك الفترة، أدي الهدف أهو من ضربة ثابتة. دايما بتتلعب للسيد فريد، بيجيبها دايما براسه. يمكن هو دايما كابتن حسام عنده ميزة المدافع الهداف. ده برضو اتلعب أحمد أبو الفتوح عرضها للسيد فريد. برضو اللي بعدها هنلاقي ضربة ركنية، ده برضو ضربة ثابتة للسيد فريد. اللي بعدها
هنلاقي فيه ضربه ركنيه. يمكن هم مميزين النهارده دايما الضربه الركنيه برده فيها نقطه مهمه قوي، ان كابتن حسام بيلعبها على القائم القريب. سيد فريد النهارده مش موجود. بس هيلعبها على القائم القريب. يعني. هيلعبها على القائم القريب، بعدين اللي واقف على القائم القريب يعملها بدماغه يصلحها للي ورا. دي نقطه مهمه جدا نخلي بالنا منها، حته الضربات الركنيه. تمام. الصوره اللي بعد كده برده هنلاقي فيه ضربه ركنيه ثانيه. يمكن هم مميزين قوي. في بعد طيب. كده خلينا بقى نروح لمقارنه ما بين انا يهمني الحقيقه دلوقتي احنا نقارن ما بين وليد ازارو وديريك. ديريك لان هما الاثنين الاقرب لاحراز الاهداف، طبعا معاهم حسام حسن نجم نادي سموحه. طبعا يمكن ديريك نسامبي مهاجم منتخب اوغندا، وازارو طبعا من المغرب. ديريك نسامبي بيعتمد عليه، يمكن هو جاب 3 اهداف هذا الموسم، لعب 22 مشاركه ب 1455 دقيقه، مسجل 3 اهداف وصنع هدفين ومتسبب في ضربه جزاء. وليد ازارو لعب 18 مشاركه، مسجل 5 اهداف وعامل اسيست ومتسبب في ضربتين جزاء. تمام. خلينا برضو نروح لمقارنه ما بين شريف رضا مثلا ورمضان صبحي. هنا بقى حته صناعه اللعب. انت يعني طبعا انت عندك صالح، ولكن رمضان صبحي وشريف رضا بيلعب على الاطراف. شريف رضا من اللعيبه المميزه قوي، يمكن هو عنده 22 سنه، رمضان عنده 22 سنه برضو. يمكن شريف رضا احرز هدف واحد وصنع هدفين، رمضان في الفتره القليله اللي لعبها لعب 13 مباراه احرز هدفين وصنع هدفين. طيب سموحه استقبل 10 اهداف في 8 مباريات منذ تولي كابتن حسام حسن الاداره الفنيه لنادي سموحه، كيف استقبل سموحه 10 اهداف في 8 مباريات؟ يمكن هم عندهم نقطه ضعف في حته التسديدات، يمكن دخل فيهم من واحنا مع حضراتكم واحنا معاك يا دكتور احمد لاعبو النادي الاهلي ومتجهين الى ارض الملعب للتسخين ما قبل المباراه، حاجات طبعا مش هتشوفوها غير داخل قناه النادي الاهلي فقط. زي ما حضراتكم شايفين لاعبو النادي الاهلي متجهين الى ارض الملعب لبدايه الاحماء لهذه المباراه. اتفضل. يمكن هم استقبلوا 10 اهداف منهم 3 من تسديدات، هدفين من تمرير طولي في ظهر الدفاع. يمكن هو النهارده قد يكون خايف من سرعات وليد ازارو، فعشان كده ما بداش بالسيد فريد اللي هو الابطا نسبيا فبدا باثنين شباب شويه، بحيث ان وليد ازارو عنده حته السرعات، بدليل ان داخل فيه هدفين من تمرير طولي في ظهر الدفاع. برضه عندهم هدفين اختراق من الجبهه اليمين كان من اسلام عيسى لاعب النادي المصري. عندنا رمضان صبحي النهارده ان شاء الله يقدر يشتغل من الجبهه دي ويكون واحد من نجوم المباراه. اهم نقاط الضعف اللي موجوده سريعا يا دكتور في التسديدات، عندهم مشكله برضه في حراسه المرمى رغم ان ابو جبل حارس مميز، ولكن عنده برضه بعض المشاكل في التسديدات. التمرير الطولي عنده حته السرعات، وليد ازارو يقدر النهارده يعني بسرعاته يسبب لهم مشاكل كتير. الجبهه اليمين رمضان صبحي برضه الكرات العرضيه بيتمركزوا فيها بشكل مش كويس. دي كل ده نقاط ضعف. طيب 10 اهداف في 8 مباريات، توقيتاتهم ازاي؟ توقيتات يمكن التوقيتات بتاعه الاهداف هنلاقي اخر حاجه معانا. اتفضل. هنلاقي ان اول ربع ساعه استقبلوا هدف، ثاني ربع ساعه استقبلوا هدفين، ثالث ربع ساعه هدفين، بعد كده في الشوط الثاني هدف اول ربع ساعه، بعد كده هدفين هدفين. يمكن هم في اخر الاشواط بيستقبلوا اهداف دايما اكتر، سواء في الشوط الاول او في الشوط الثاني. تمام. اذا يجب على النادي الاهلي التركيز جيدا في هذه المباراه للفوز بالثلاث نقاط لانها مباراه صعبه، والحذر من الضربات الثابته والضربات الثابته والركنيه والضربات الثابته والركنيه. بشكرك يا دكتور احمد، وان شاء الله نلتقي ما بعد المباراه ان شاء الله، وبالتوفيق للنادي الاهلي نفسنا بعد المباراه ان شاء الله. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل طيب خلينا نروح نشوف تقرير عن هذه المباراه، وبعد هذا التقرير هستقبل نجومنا الكبار في الاستوديو التحليلي لملعب الاهلي، كابتن عادل عبد الرحمن النجم الكبير، ايضا النجم الكبير كابتن اسامه حسني، والنجم الكبير كابتن تامر بدوي بعد هذا الفاصل.